إذا أنت من أحد اللاعبين شخصية أوريون أو أنتي طبعاً اليوم بفري فاير نزل شيء جديد لهالشخصية يا جماعة. والشيء الجديد اللي نزل شاب رح نشوفه بعد هذا المقطع. بس قبل كل شيء ما تنسونا بزر اللايك أعزائي الكرام. طول بالك شوي 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 حبايبنا. بالمناسبة أنا فتحت قناة جديدة يا حبايبنا، اللي يحب يروح ياخذ نظرة يروح لهناك بسرعة، مو اللي يحب لا لازم تروح لهناك وتنزل لتحت وتشترك هناك وتعطي رأيك لأنه الوضع معلم باللوز. أوكي أوكي نرجع لشخصية أوريون يا أساطير. شخصية أوريون حبايبنا مثل ما بتعرفوا شخصية نشط، بيستبدل المعلمة 300 من الإيبي بضغط العقرب بالشخصية. لما بتضغط على النشط تبعها أو المهارة تبعتها بتختفي. اوكي واليوم نزلوا عليها شغلات وهي بتختفي، نزلت هيك بهذا الشكل معلم. ايام زمان كانت باللون الاحمر اوكي تمام، واليوم كمان راح نشوف هالشكل كيف راح يكون داخل الجيم. احنا شايف هيك معلم بشكل خاص هيك صار شكله بس، ولكن راح ندخل الان ونشوف كيف راح يكون شكله. يعني مثلا هل يا ترى في تغيرات راح تصير بالداخل ولا قبل كل شيء؟ يعني لازم نتخطى هذه المرحله انه يعني نحصل عليها طبعا. شو طلع يبقى واللفه بعطول تاثير العادي اللي بهارت الريون. طبعا انا بعرف معلم حافظ زباله بس، ولكن معلم عم باخذ بطاقات الخضر لانه عن قلب شباب مره لازم انسى، لازم انزل حرق حدث الكريستال هذاك شباب. بطاقات الكريستال الخضر عرفت فيها السكنات وما سكنات لحد انا ما ينسيانه يا جماعه. بس راح لا ظبط الوضع، راح نلعبه وان شاء الله مو نلعبه نحرقه حبيبي والله. شو معلم بده الوضع راح يكون باللوز ولا باللوز اليوم يا اخي؟ اعطينا يا بس تحمس ناخذ الافكت. اوبا لا يا جدك اوكي بام لا يا زلمه ايش هالحظ. يلا معلم اخذ لفه 500 جواره وهي بكون جبنا الشخصيه، لا مو الشخصيه شباب الانفكت تبعه لا الاضافه. اوكي خلونا الان نروح ندخل اعداد هذا شو اسمه وهذا شو اسمه ذاك لنشوف كيف ممكن احط هالاضافه يا جماعه. طبعا شباب بالنسبه كمان للشخصيه تغيرت باخر تحديث مثل ما انتم شايفين معلم، صارت يعني طورت، كانت 10% 20% صاير هون مثل ما انتم شايفين معلم سرعه الحركه لما تتحول الى الطاب الناريه وتسحب الدم من اللاعبين حبيبي والله. اوكي فهمت، بتعرفوا معلم شخصيه اكيد بتعرفوها تمام. الان معلم لازم اشوف كيف بدي احط الشخصيه هي الافكت تبعها. عجب وين بتكون يا اخوان؟ صراحه انا ما اعرف يا جماعه بتر وين لحد الان ما بعرف وين. معقول بتكون مثلا بال هون شوي معلم عم بشوف علامة حمراء هون، ما اعتقد هي هون ولا تكون عجبها يا جماعة صراحة. ما عجبنا عليها بس ما اعرف وين بتكون حبيبي والله عليك. وين وين هي بتكون ابشري؟ وين شلون اتاكد الشخصية زبطت؟ دايم برو الموصبي تك تك الشخصية هون نحطها هون هون مثلا هون. وين يا معلم انا بلشت اضيع يا جماعة بلشت اضيع معلم. وين 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 ثواني شوي ادخل على الخزنة مثلا سكن المهارة ايوه هون يا سلام. اوكي عم يقول لك هون معلم شو عم يقول لك هون شخصي اه نفس الشخصية بنعرف معلم يعني بيستبدل 300 من الاي بي وضغط العقرب وبتسال 200 طاقة العقرب تشريط الحماية ولا تلاقي منك خلالها الحاق الضرر او مواجهة الاعداء وتستمص 10 للصحة تجاهل نقطة ضرر العدو. يا سلام اوكي هيك بكون عملنا تثبيت لهالافكت الجديد السكيل المهاره الجديده. بس ولكن هون معلم شايف انه في هون اشياء ثانيه هون لشخصيات ثانيه صراحه انا ما كنت اعرف هذا الشيء يا شباب. هي ايمت نزلت هي بتذكر الوون كونغ بس شايف هون في كثير شغلات هون منضافه يا جماعه. ايوه صراحه ما كنت اوه حتى سكايلر هي ايمت نزلت يا شباب هاي سكايلر. اوبا غريب عجيب. المهم نحط شخصيه هيك ولا ندخل على الجيم. يا سلام انا راح ادخل صلي زمان شاب صراحه زمان زمان كثير ما يلعبان اخر فتره بلعب شوي بتدريبات هيك حضرت عشان نرخص نخلي المهاره بس هلا راح ندخل الزئب الواحد مال. اوكي الان بدنا نجرب الشخصيه الجديده هي مو شخصيه افكت الاضافه الجديده للسكن يا اخي عليكم ركز. اوكي بلاش ندخل بالحيط لا تقزوني شباب. اوكي معنا ضدنا سم 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 نقم اوكي سمعكم ابي شريك ابي شريك. طول بالك رح نفعل الشخصيه عليه نشوف شكله. لا لسه ما عبيت الاي بي إيه ما عندي اي بي يا زلمه الاي بي ما عنديش عليك يا رب. وين الشخصيه ول اوه غير قادر حالي على استغلال المهاره لانه ما عندي يا اخي شكرا نفعل الشخصيه. دايم برو ايوه يلا طير من هون طير يا معلم. ندخل الكيم الثاني وين الاي بي يا ول يا اخي معقول هون بهذا المود ما بتصير ولا شلون؟ دايم برو برو
هاي برو سامعكم. معقول معقول بنزل بالواحد ما بتصير؟ ليش عم بفعل بتصير بنزل بالواحد يا جماعه؟ 300 اي بي عم يعطيني غريب عجيب، ليش هيك؟ واه شيء غريب عجيب صراحه، ما انا مستغرب. ابو شريك الو حبيبي معلم، هلا هلا ايش في؟ والله شايف ما بتصيرون يا جماعه. ثواني ندخل تدريب لنشوف المعلم الوضع شلون. اوكي ثواني نجي لهون، وين ما كانوا ناخذ الاي بي. اتذكر لازم يكون الاي بي تكون معبد تامه ولا شو كانت؟ اها اها هاي لازم تفعل، لازم يكون الاي بي 300 عشان تتفعل صح؟ انا غبي، بس الواحد اكيد ما راح تكون شغاله معلم، شيء مو يا اخي، لا تاخذوني يا شباب. مالي 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 مركز شباب، ما انا بلعب كثير الفتره الاخيره، بس ولكن خلص شباب خلص خلص، انا راح ارجع راح ارجع بركز باللوس وشي تمام التم، طولوا بالكم بس، راح تشوفوا الفايتات الجايه يا شباب. انا راجع لكم راجع لكم. اوكي، حندخل نشوف شكل الشخصيه معلم. اوكي 300 هون. هلا بالقلب. اوه ايش وين؟ هاي شنو؟ بربر حرحر. الله عليك الاي بي راح معلم. يا سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. اقعد اقعد. الله عليك عليكم. اوه يا اخي انا رسعتي الاسطوره يا جماعه. رسعتي. السلام عليكم. اي 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 ام سوري ام سوري ام سوري برو. سواء لازم ناخذ الفترات، هذول ناخذ الفترات عشان ندخل نجرب على الرواق الرواق. ثواني شوي نشوف الفترات وين هذول. اصبر شوي نطلع لفوق، نطلع برا ونرجع ندخل معلم، نفعل الفترات هذول معلم. ناخذ الفترات هيك. اوكي 100 طبعا هي بالعاده هون. اوكي عم تنقص، نزيدها 100 شوي، نزيدها 100 هون. هون عندي تفعلت، شايفينه معلم على اليمين فعلت. حلو يا سلام. هلا بنقدر نشوف وضع معلم. رح خليه مره ما رح رح اجرب كم كان طول. والله صراحه زمان صار زمان ما ببلش. اوبا اوكي 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 باللوز 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 باللوز. طبعا يا جماعه هي الشخصيه برايي انه انا على حسب الشخصيات اللي حاطهم هلا مثل ما انتم شايفين، حاط هياته وكيلي وهدول. اكيد اذا غيرت بعض الشخصيات اللي بيزيدوا الاي بي لحاله ولا شو فيها الشخصيات، فهمتوا علي شنو؟ يعني بتزبط الشخصيه حلوه يا جماعه. اوكي ليز اند جنتلمان، الله يسعد ليكم، ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع الخفيف اللطيف. هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم، وشوفكم بحلقة جديدة اعزائي الكرام. بتمنى منكم شباب تعطونا افكار جديدة، شباب حابب انزلكم يعني ان شاء الله يعني حابب انزلكم فيديوهات بشكل يومي باذن الله تعالى، ونرجع رجعة اسطورية شباب. وبتعرفوا معلم الفترة الأخيرة معلم بما انه سحب كثير كنت عند اليوتيوب، مع اليوتيوب بلش معلم يعني القناة وضعها مو باللوز من الآخر. لايك شباب ان شاء الله يعني رح نرجع رجعة تمام، وبدنا همتكم مساعدتكم، الله يسعد ليكم شباب. مشاركات واذا بشوف تفاعل شباب حلو، رجع تفاعل اسطوري ما اسطوري شباب مثل ايام زمان، وان شاء الله كمان رح نرجع للمسابقات ونعمل لكم اشياء اسطوريه يا جماعه. المهم شباب ما تنسوا تشتركوا بالقناه الثانيه، الله يسعد ليكم اساطير، ونشوفكم على خير. سلام عليكم. رح ينزل مقطع من القناه الثانيه. ها يلا بس ينزل مقطع، رح ينزل كمان مقطع.